عزيزي أحمد، أهلا بك من هنا من مدينة السلام شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء. هذه المحافظة التي استضافت بالأمس الجلسة الافتتاحية وهذا المؤتمر، مؤتمر التأمين وإعادة التأمين الذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين، كما تتابع في الصورة الآن يعني استئناف مرة أخرى للجلسات. نحن هنا نتحدث عن اليوم التالي. الملتقى عموما جاء بمشاركة 56 شخص يمثلون 36 شركة مصرية وكذلك 185 شركة عالمية. على كل حال معي الآن مباشرة على الهواء في هذا اللقاء الخاص الدكتور عادل منير، الأمين العام للاتحاد الأفرو أسيوي للتأمين. أنا برحب بحضرتك بداية نشرة إكسترا نيوز، أهلا وسهلا. أهلا بيك. أهلا بيك. اليوم الثاني بنتكلم على هذا الملتقى، جلسات مستمرة عبارة عن 5 جلسات تحديدا. لو حضرتك تطلعنا على قراءة سريعة على أبرز الجلسات وأبرز الموضوعات التي طرحت على طاولة الحوار في هذا الملتقى. هذا الملتقى سمي ملتقى شرم الشيخ ليكون منصة سنوية لتلاقي شركات التأمين لعمل ما يسمى شبكة علاقات ونشاط وتبادل بينهم. أحد هذه التبادلات هي الآراء، ماذا يحدث في صناعة التأمين محليا وإقليميا وعالميا. ولذلك أهم ما يسمى جلسات هذا المؤتمر كانت النظرة على السوق المصري وتطويره، وهذا جيد حتى نأخذ الخبرة العالمية في ذلك. أيضا كيف نطور صناعة تسويق التأمين وخاصة الوساطة التأمينية لأنها تحت. وهنا نسأل، ماذا يحتاج السوق المصري لتطوير وتعظيم هذه الصناعة؟ الكثير. احنا في مرحلة تطور بنسميه يعني تطور ليس نائم وليس سلبي بل تطور ايجابي جدا، ومعدلات نمونا العالم يعرفها بنسميها دبل ديجيت يعني اكتر من 10%. احنا وصلنا السنة اللي فاتت اكثر من 30%، هذا العام 25%، فبنحطم ارقام قياسية في النمو. ولكن السوق في مرحلة ليست مثل الدول الاوروبية ويحتاج تطوير عناصره الوساطة، يحتاج قوانين وتدعيم للشركات الوساطة، أيضا تحتاج إلى الأخذ بتكنولوجيا الحديثة. العالم النهاردة والأجيال الجديدة كلها تتعامل إلكترونيا والأدوات الإلكترونية، شركات التأمين يجب أن تنتقل للخدمة الإلكترونية وليس الخدمة المباشرة، مش هنخبط على الباب تاني خلاص مش هيسمح لك العميل. أيضا يجب أن يكون اتصالنا بالعالم الخارجي وتوسيع الأسواق. هل يعقل أن مصر تستضيف أكتر من 12 جروب عالمية وإحنا ملناش جروب واحدة خارج جمهورية مصر العربية، بالرغم من تاريخنا 135 سنة شركات تأمين مصرية بخبراء مصريين ولم نكون جروب واحدة حتى في جنب جيراننا. لكن هذا الموضوع دكتور من خلال يعني احنا هنا بنتكلم على اكثر من 185 شركة عالمية، وايضا على هامش هذا الملتقى تم توقيع عدد بروتوكولين مع الجانب الاردني وايضا جانب اخر. التلاقي ما بين شركات التأمين ومسؤولي هذه الشركات ربما هل يحدث نقل افكار، او هل ما هي المميزات من هذا التجمع الكبير؟ ربما اهم عنصر ايجابي في التجمع الكبير هو ان جزء من خدمة التأمين عابرة بالحدود خاصة إعادة التأمين. شركة التأمين تحتاج شركة إعادة التأمين، زي ما العميل بيحتاج شركة تأمين، شركة التأمين محتاجة شركة إعادة التأمين، وهذا عابر للحدود لأن شركة إعادة التأمين تتعامل مع 500 دولة و500 أو 1000 شركة، وبالتالي بنتقابل في هذه التجمعات، وهذا يعتبر ضروري للنمو لأن بدون حماية شركة التأمين، شركة التأمين لن تقدم الحماية للعميل. أخيرا الدكتور، البعض كان يتحدث عن التأمين الإجباري أو التأمين الالزامي لبعض الشركات التي لا تلتزم مع موظفيها، هل الموضوع طرح بشكل اكبر فيما يخص المستوى المحلي هنا في مصر؟ التامين الالزامي موجود حتى في الدول المتقدمه، احنا دايما ناخذ مثال فرنسا فيها بالضبط 100 نوع تامين الزامي، مسؤوليات مهنيه. مثلا لو انا واقف اتصور دلوقتي والكاميرا او حاجه انفجرت فيا، انت مسؤول عن كطرف الطرف الثالث عن يعني، كذلك الطبيب، كذلك المهندس، كذلك الفندق اللي احنا فيه. هذه اسمها تأمينات مسؤوليات، ويجب ان تكون إجبارية زي تأمين السيارة. كذلك عندنا تأمينات كثيرة جدا على المنازل التي قد تحترق او تؤذي الاخرين، وبالتالي التأمينات الالزامية هي عنصر متقدم لخدمة افراد الشعب وليست ربحية شركات التأمين فقط.
بتوجه بالشكر الجزيل لحضرتك، واتمنى لحضرتك طبعا قضاء وقت مثمر. شكرا جزيلا. شكرا.